الأماكن المسكونة بالجن. ضروري وأكيد عزيزي المتابع أنه ماشي أي مكان تقدر تسكن فيه. لازم قبل ما تسكن تتأكد من المكان وتسأل عليه هل هو قابل للسكن أم لا، فتابعوا معنا للأخير. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي، معكم حماد القرشي وانتم الآن على برنامج راوي ستوريز على اليوتيوب. رجعنا لكم في سلسلتكم المفضلة قصص المتابعين المرعبة، أو نقولوا في سلسلة قصص أيوب اللي شحال هذه ما نزلت لكم لهوالو لظروف خاصة لصاحب القصة، وهذا الشيء اللي غادي تعرفوه أثناء سردنا لهذه القصة. اللي باقي مازال ما شاف دوك جوج الحلقات اللي كانوا دازوا من قبل من هاد السلسلة من قصص أيوب، فغادي نخلي لكم الرابط في أول تعليق. فإذا كتشوفوا هاد المحتوى لايق أنكم تديروا له لايك وتعليق وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم، فما تبخلوش علينا بهاد الشي. ودابا خليونا ندخلوا في أجواء القصة ونسرد لكم داك الشي اللي كتب لنا أيوب. يلا دابا جيب شي حاجة تاكلها وعمل الكاسك ودير الكاسك، لأننا من بعد شوية غادي نديروا المؤثرات الصوتية باش نقدروا ندخلوا في أجواء القصة وتعيشوا معنا الأحداث ديال القصة. السلام عليكم خويا حمادة العزيز، وأيضا السلام التام على جميع المستمعين ديالك الكرام، وكنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. الاسم ديالي أيوب، عندي 32 عام، أنا واحد من المتابعين ديالك الأوفياء في هاد القناة ديالك الرائعة راوي ستوريز. كنت صيفط لك جوج القصص ونشرتيهم والله يحفظك، واللي كانوا تحت اسم سلسلة قصص أيوب، وبصراحة كان الاسم مزيان. أول شيء أخوي حمادة، كنعتذر منك ومن كل المتابعين الكرام على انقطاع عن إرسال القصص، لأنني كنت وعدتك بإرسال قصص أخرى، فهذا الانقطاع كان لسبب، واللي هو كان راجع لمرض الطفل ديالي، واللي بالمناسبة كان طلب منكم المستمعين الكرام أنهم يدعوا معاه بالشفاء العاجل، والله يشافي جميع مرضانا، والله الشافي المعافي. منذ آخر قصة أخويا حمادة اكتشفنا أنه مريض، ومن هذاك الوقت حنايا كنتردوا على الأطباء في الرباط على أمل الشفاء. حاليا وأنا كنكتب لك القصة وأنا بعيد على مدينتي، لأن الطفل كان عنده موعد اليوم مع أحد الأطباء، وغدا إن شاء الله موعد آخر، ونسأل الله الشفاء والحمد لله كثيرا على كل شيء، وكنحمد الله على كل نعمه. فهذه كانت فقط التوطئة لمعرفة سبب انقطاعي عن إرسال القصص لك أخي العزيز. قصة اليوم أخوي حمادة وكيف ما العادة قصة حقيقية وواقعية، والله يشهد على ما أقول. هي في الواقع مجموعة من الأحداث عشتها وعاشها الأهل معايا. هاد الأحداث وقعت من اللي كنت مازال ما تزوجت، وكنت عاد مازال ساكن مع الأهل ديالي. الزمان ما بين سنة 2014 و 2016، ولكن الأحداث بلغت ذروتها في أواخر سنة 2015، وبالضبط مباشرة من بعد تاريخ 24 سبتمبر 2015، واللي كتصادف مع يوم العيد الأضحى المبارك. كان الوالد ديالي من رجال التعليم، وتدرج في السلك التعليمي من أستاذ إلى حارس عام ثم إلى مدير ثانوية. وكيف ما كتعرفوا كيعرف الجميع فأن المدير كتعطيه النيابة واحد المنزل عبارة عن سكن وظيفي. ودخلنا سنة 2013 لواحد المنزل اللي كان عبارة عن شقة، حتى هي كانت في السكن الوظيفي، وبالرغم أن هاد الشقة بقت ما يقارب 5 سنوات وهي مسدودة، يعني ما كان ساكن فيها حتى شي واحد، حتى جينا لها حنايا،
إلا أنه عمرنا ما شفنا فيها شي حاجة أو وقعت فيها شي حاجة. بالعكس كانت هادئة وكنا كنحسوا بالراحة فيها. ما بين قوسين أخويا حمادة، هاد الشقة للإشارة كانت خاصة بالحراس العامين، ولكن في أواخر سنة 2014 رحلنا من هاد الشقة الهادئة ثم مشينا لواحد المنزل آخر، وأيضا حتى هو كان مسكن وظيفي تابع للدولة. لكن هاد المنزل الوظيفي اللي جينا ليه كان عبارة على منزل ماشي شقة، منزل من طابق واحد وفيه جردة صغيرة. كان البناء ديالو قديم نسبيا وكيرجع لبداية الثمانينيات، وكانت الهندسة ديالو على شكل فيلا صغيرة ولا تتجاوز المساحة ديالها 100 متر. وهنايا غادي نجيو نفتحو قوس ونقول لكم أن هاد الشقة والمنزل كانوا في أقصى غرب المدينة مباشرة تحت الجبل، ومقابل معهم كاينه مقبرة. وفي هاد المنزل غادي يوقعوا أحداث اللي غادي نكتشفوها جميعا في هاد الحلقة بلا ما نحرق لكم المراحل. وهنا غادي نرجع مرة أخرى لأؤكد لكم أن هاد الأحداث اللي غادي نحكي لكم حقيقية وواقعية، وكانت منا لكم أقصى درجات الرعب. وكنطلب من أي واحد غادي يسمع لهاد القصة قبل ما نبداو يصلي على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في أواخر سنة 2014 دخلنا لهذا المنزل اللي كان عبارة عن فيلا صغيرة، فيه صالون وثلاثة ديال الغرف ومراح وجوج الحمامات. كنتي كتدخل من الباب الرئيسي كتلقى جريدة فيها بضعة الأشجار الزيتون عاد باب ديال المنزل. كتدخل للمنزل كتلقى رضها وأمامك غرفة الأولى، وعلى اليسار ديالك مطبخ وصالون. المطبخ كان متكون من جزئين، الأول هو المطبخ الرئيسي والثاني هو البيت الصابون. وكان كيفصل ما بين المطبخ وبيت الصابون باب زجاجي، وكان هاد البيت الصابون فيه نافذة كبيرة كتطل كذلك الجريدة صغيرة. أما على اليمين كاين حمام أولا، ثم كاين كولوار في جوج ديال الغرف منهم غرفة النوم وحمام ثاني. وأغلب الأحداث هاد القصة كانت كتوقع في الغرفة الثانية والغرفة ديال النوم. بقدر ما كنا متحمسين لدخول هذا المنزل، بقدر ما كنا كنسمع بعض الأشخاص من المحيط الثانوية اللي كان الوليد خدام فيها كيقولوا بأن هذا المنزل غريب نوعا ما. ولكن وخا هكذاك حسمنا القرار بأننا نسكنوا فيه ونخرج من الشقة السابقة اللي كانت خاصة بالحراس العاميين. يقال والله أعلم أن المنازل مسكونة لأنها هكذاك كانت كتبان في المنظر الخارجي ديالها. المنزل مسكون في المساء كيبان دائما قاتم ومظلم وخا تشعل كل الأضواء، وهاد الأمر كان كينطابق على هاد المنزل الوظيفي بحيث أنه من البعيد كيبان كئيب وغارق في الظلام، والدخول ليه كتحس بحال قشعريرة خفيفة. هاد الإحساس كنت كنحس به فاش كنت كنمشي ليه قبل ما نرحلو ليه، وكنت كنطلق القرآن الكريم في الهاتف. وجا هداك اليوم اللي سكننا فيه في هاد المنزل في أواخر 2014 كيف ما قلت. دازت الأيام الأولى والأكثر من العادية دون أي متاعب تذكر، مرات قليلة جدا فين كنت كنحلم أحلام غريبة ولكن ما كانش كتستحق الذكر. وصلت لسنة 2015 وهنا بدات الأحداث كتبان شوية بشوية. كنت أنا والأخ والأخت ديالي كنحسوا بشي حاجات ماشي هي هذيك في هذا المنزل. كانت الأخت ديالي كتحكي لي أنها كتحلم بزاف بالتعابين والعقارب والكلاب والقطط السوداء، تقريبا يوميا كتحلم بهم. كانت دائما كتكون في الدار جالسة وكتحس باللي راه معاها شي واحد. والأخ ديالي الأصغر مني حكى لي أنه كذلك كان كيشوف أحلام غريبة، لكن أكثر حلم مرعب شافه هو اللي كان شاف في الغرفة ديال النوم واللي كتواجد كيف ما قلت في قلب المنزل. وباش تقدر توصل لها كتدوز على الكولوار والغرفة الثانية. كان الأخ ديالي ناعس في الغرفة ديال النوم وكان كيحس به وكأنه حقيقي، شاف في الحلم راسه ناعس في نفس الغرفة ديال النوم وبنفس الديكور وبنفس التفاصيل. شوية تحرك في السرير وحس أن شي واحد ناعس حداه، فاش دار باش يشوف لقى واحد البنت من العائلة ديالنا كانت صغيرة عليه في السن وناعسة فوق نفس السرير، ولكن كانت مقتولة والوجه ديالها متبدل، عندها وجه شيطاني مخيف
هنا يقفز من الخوف، وفاق القراص كان كيحلم والحلم كان كيحس به وكأنه حقيقي لدرجة اللي كتخوف. الأحداث كتوقع غالبا في الغرفة الثانية والغرفة ديال النوم. كانت الأخت ديالي في الغرفة ديال النوم وبغات تجي الغرفة الأولى. الغرفة الأولى هي اللي دايرين فيها التلفازة وفيها كنا كنجلسوا وكناكلوا. خرجت من الغرفة ديال النوم ثم دازت عبر الكولوار، وفي طريقها كدوز على الغرفة الثانية. وصلت الغرفة الأولى وتما كان كنت جالس حتى كتبان لي مندهشة، ورجعت الغرفة الثانية طلعت فيها وعودات رجعت لعندي الغرفة الأولى. ثم سولتني واش انت هنا؟ قلت لها ايه من قبيلة وانا هنا علاش؟ وهنايا كتقسم الأخت ديالي وكتقول لي والله العظيم الذي لا إله إلا هو، فاش دست على الغرفة الثانية شفتك متكي فيها، وفاش لقيتك هنا رجعت الغرفة الثانية ونتأكد ولكن لقيتها خاوية. وهنا أنا ينتصدم، أنا كيفاش مني زوش؟ واش جنيت شكل في صيفتي؟ أنا إلا كنت في الغرفة الثانية وبغيت باش نجي الغرفة الأولى خصني ندوز من الكولوار، يعني غادي تشوفني الأخت ديالي وأنا خارج من الغرفة الثانية وجاي. أصلا ما كاينش طريق أخرى، يعني مستحيل أنني نجي من الغرفة الثانية الأولى وبلا ما تشوفني. هاد المنزل أخويا حمادة غريب، عمرني توقعت نكون في منزل مسكون. الأحداث بدات معايا أنا بالجاتوم، ما كنتش كنعرف شي حاجة سميتها الجاتوم حتى جيت لهاد المنزل. كنت كل ما كنت كنعس في الغرفة الثانية كيشدني، لذلك انتقلت للنوم في الغرفة الأولى اللي فيها الجهاز ديال التلفاز، ولأنها أيضا ما كانتش كتوقع فيها أحداث كثيرة. أول حدث وقع معايا في هاد المنزل، كنت كيف ما قلت لك ناعس في الغرفة الثانية، إلا في واحد اللحظة كنت كنحس براسي مخنوق بشدة. كيبان لي راسي في نفس المكان ونفس الديكور وكل شيء هو هو، والإضاءة ديال الغرفة كانت خفيفة. فهنايا بانت واحد المرأة عجوز والشعر ديالها كان بيض، كتشبه بزاف النوال السعداوي وشانقة عليا. كانت هاد العجوز شادني بيديها بجوج من عنقي وكانت كتقجني وكتبرك بالجهد اللي عطاها ربي، ثم كتصدر واحد الصوت بحل الأنين اللي ناتج على الكره الشديد. كتقجني بكراهية شديدة وأنا لا أستطيع التخليص نفسي منها. فاش استيقظت من هاد الجاتوم كانت ساعة كتشير لزوج 45 دقيقة ليلا. ومن بعد الجاتوم كلما نعست في هاد الغرفة كنشوف راسي في نفس الغرفة وهي مظلمة أو مصباح ديالها شاعل بالكحل، وكنشوف معايا في الحلم شخص غريب. والأحداث كتيرة يا أخي، كنحاول ما أمكن أنني نلخصها باش ما ناخدش منك بزاف ديال الوقت، ولكن في نفس الوقت ما كرهتش أنني نطول في القصة، لأنك يا أخي حمادة عندك واحد طريقة ديال التعويض ما كنسخاش بها، وأنا جيت متيقن أن كل متابعي الكرام متفقين معايا في هذه. هاد الغرفة الثانية كيف ما قلت لك دائما كيشدني فيها الجاتوم، كنحلم راسي من وسط الظلام الدامس وكنحاول نغوت لكن ما كانش كيخرج الصوت ديالي. فلهذا السبب قررت انني نرجع نبقى نعس مع كل افراد ديال العائله ديالي في الغرفه الاولى، لانني اعتقدت ان ما فيها والو. وفعلا بديت كنعس فيها وعادي وارتحيت. ولكن واش تسالت الاحداث؟ لا والف لا. فهاد الغرفه الاولى غادي نعيش احداث اخرى لا تقل رعبا عن الغرفه الثانيه. جات عندنا واحد البنت خالي وباتت معنا ونعسات في الغرفة الأولى. في الصباح قالت لينا داركم راها غريبة، راه الليل كامل وأنا كنحس بحال شي أطفال كيلعبوا من فوق الجسد ديالي. وراتنا واحد اليد ديالها بالضبط في الجهة ديال العضلة ديال الساعد، وهنايا كانت الصدمة. كانت آثار زرقاء داكنة بحال شي واحد داز عليها برجليه من فوق ديك البلاصة، علما أننا ما قلناش لها الدار مسكونة. ودازت الأيام عادية، واللي نسيت ما قلتش لكم هو ان ديك الدار ما كانش عندها الدروج للسطاع، يعني الا بغيتي تطلع للسطاع خاصك تتسلق الجدار وتطلع ولا تجيب السلم. هنا كنا جالسين مجموعين في الغرفة الاولى، وكانت الساعة ما بين 10 و 11 ديال الليل، حتى سمعنا الصوت ديال التدركيك من فوق السطح. وكنحلف ليك اخويا حمادة والذي لا اله الا هو كتسمع شي واحد كيمشي بسرعة فيه بصوت قوي بحال شي حصان كيجري في السطح، تماما بحال صوت ديال الحصان وكيدردك من فوق السطح. هنا قلت ربما شي شفار في السطح،
هزيت العصا وانا كنتسلق الجدار. السطح مكشوف وما فيش مكان تخزن فيه. كنت فاجئ وانا كنلقاه فارغ وهادئ تماما، حتى من طار قالوا لي تدرديك راه وقف. فقلت ربما هادو القطط، لانها كانت كتجي لعندنا القطط كثيره وكانوا كيتسلقوا الاشجار ديال الزيتون ومن الاشجار كينقزوا للسطح. ولكن السطح كيف ما قلت لكم كان فارغ تماما، وحتى الصوت اللي سمعنا كان اقوى بكثير من الحركه ديال القطط. هنا نزلت من السطح ودخلت للغرفه الاولى، ولكن مره اخرى سمعنا تدرديك كان قوي، وعاود تهزيت العصا وطلعت، ولكن كان السكوت التام. الدار كلهم سمعوا تدرديك، وغير كان طلع للسطح كان كيتوقف. تدرديك كان بحال ديال شي خيل من فوق السطح. ونهار اخر وكان الليل حوالي 11 ديال الليل، كنت باغي ندوش. مشيت ندوش في الغرفه ديال الصابون اللي ملحقه بالمطبخ، ودخلت لهاد الغرفه اللي كان كيفصل ما بينها وما بين المطبخ باب زجاجي من داك الزاج الابيض السميك. كنت عاطي الظهر ديالي لهاد الباب الزجاجي حتى درت ليه على غفله. وهنايا وانا كنقسم ليك اخويا حماده ونقول بانني بانت ليا من وراء الزاج واحد اليد شديده السواد وفيها بحال شويه ديال الزغب، شيرات جوج المرات. يا اخويا حماده يدك حلا مزغبه ودازت جوج المرات من مورا الزاج بسرعه كبيره، وعلى ما اظن كانوا فيها اقل من 5 الصباح. درت بناقص من التدواج وخرجت مسرعا من الغرفة ديال الصابون. كان المطبخ فارغ تماما وما كان فيه والو، لكن بالرغم من كل شيء ما كانش ممكن أننا نخرج من هذا المنزل. قررنا الاستمرار فيه، وكنا كاملين كننعسوا في الغرفة الأولى. إلا في واحد الليلة فقت في حوالي 2 ديال الليل، بقيت حال عيني ومتسكي في بلاصتي من وسط الظلام، حتى كنسمع واحد الصوت ديال الغناء. ايه والله العظيم يا اخي، الصوت ديال شي فتاه كتغني والصوت هادئ، وباين من الصوت بحال العمر ديالها ما بين 18 و 22 عام. بقى الغناء ديالها مستمر، وانا هنا نهز راسي من الفوق الاساده وبديت كنطل من الشراجم. بان لي المكان كان كامل غارق في الظلام والهدوء التام. وهنا يوقف الغناء، حتى أن الجيران كلهم كانوا غارقين في النعاس والضوء وعندهم كانوا طافيين. عاودت رجعت نتسكى، غير كنحط راسي كنسمع صوت ديال الغناء وغير كنهز راسي كيتوقف. أنا ذاك قررت أنني نتجاهل هذا الصوت وننعس. وفي ليلة أخرى وأنا ناعس في الغرفة الأولى كيف العادة، والتي كانت بالرغم من كل شيء أقل أحداث من غرفة النوم والغرفة الثانية، وأنا ناعس تقريبا جويه 3 ديال الليل، كان حلم الوالدة ديالي كتحضرني وكتقول لي في الحلم: عندك ولدي، رد بالك، ها هي أحداك غادي تقيسك. هنايا كنقسم لك أخويا حمادة بالله الخالق لكل شيء، وكنقول لك أنني حسيت فعلا بشي واحد نغزني بالجد في الجنب ديالي، حتى قفزت من الخوف. فقت وأنا مازال كنحس بالأثر ديال النغزة في جنبي. وهنايا كنلقرا كل شي غارق في النوم العميق وما كاين حدايا حتى شي واحد. الأحداث كتيرة بزاف. كنتمنى منك أخوي حماد الفاضل شوية ديال الصبر معايا، وكذلك المشاهدين الأعزاء، وكنتمنى ما يجيهمش الملل، لأنني كنحس براسي كنحكي شنو عشت يا أخوتي. وهنا راه القصة قريبة جدا من نهايتها. الوالدة ديالي بدات الحالة ديالها كتسوء، وجاها بحال اكتئاب حاد وما كانتش كتبغي تبقى في الدار. كانت أحيانا كتهرب من الدار وكنبدي وكنقلبوا عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخصوصا بدات الحاله ديال الوالده كتسوء ابتداء كيف ما قلت لكم في البدايه، من اليوم الخميس 24 شتنبر 2015، واللي كان كيصادف عيد الاضحى. وفي ليله اخرى ضربتني الفيقه في ديك الزوج ديال الليل. كان السبب ديال الفياق ديالي هو انني حسيت بواحد الخوف شديد. فقت وانا كنحس بالخوف الشديد والجسم ديالي مشوك وكنت رعد بزاف، وما عرفتش علاش النظر ديالي كان متوجه نحو الباب ديال الغرفه كانني كنستنى شي واحد يدخل، او حاسس بان راه شي واحد واقف قدام الباب ديال الغرفه. ما كنتش كنشوف غير كنت كنحس بيه. الا في واحد اللحظه كنحس بالجو ديال الغرفه مبدل تماما، ما كانش عادي. كنحاول نشوف من وسط الظلام لكن دون جدوى. وهنايا يقدروا المشاهدين يكذبوني، ولكن هذه هي الحقيقه. كنت كنشوف بحال اشكال ديال الاطياف كتسارى في الغرفه، اطياف شفافه جدا ومرتفعه على الارض بحال شي ميكا ديها البرد.
هكا كنت كنشوفهم وكنحاول نقرا القران دون جدوى، لساني تعقد ونسيت كل الصور. الا في واحد اللحظه حسيت بلساني تطلق وصوره واحده اللي كنت كنتفكرها وهي اللي بديت كنقراها، صوره فاطر. انا حافظ ما تيسر من كتاب الله، ولكن تلك اللحظه تمسح لي كل شيء من الراس باستثناء صوره فاطر اللي بديت كنقرا فيها، حتى احساس بالاطمئنانيه وبدا الاحساس بالقشعريره كيفوت. كان عندي صديق من دوله الاردن الشقيقه، هضرت معه في هذا الموضوع وقال لي بان المنزل عندنا كان مسكون بخليط من الجن اليهودي والجن الملحدين، وكل فئه ساكنه في جزء من المنزل. من بين الاحداث الاخرى اللي وقعت انني كيف العاده كنت ناعس في الغرفه الاولى، وكانت الساعه اظن تقريبا تقارب 3 ليلا. وهنا كنحلف لك اخويا حماده وكنقول لك بانه في واحد اللحظه وانا يا ما بين النوم واليقظه كنسمع صوت ديال طفل صغير كيتمشى في الكولوار. ايه كنحلف ليك انني كنت كنسمع صوت طفل صغير جاي بحال كيجري في الكولوار وكيطلق ضحكات صبيانيه. كان جاي من الغرفه ديال النوم ودايس في الكولوار، وبعدها باقل من 5 ثواني كنحس بداك الشيء طلع عليا وشدني جاتوم قوي، وكنحاول نقرا القران دون جدوى. الجاتوم ديما كيشدني وكنشوف راسي في الغرفه مظلمه او فيها ضوء خفيف، ومرات اخرى كنشوف راسي في الحمام اعزكم الله، حتى كيطلقني الجاتوم وكنلقى راسي في بلاصتي وكيكون واحد الالم رهيب في الراس. الاخت ديالي كانت ناعسه في الغرفه الاولى، ومع الزوج ديال الليل سمعت ضربه قويه في الجدار، الجدار اللي كان كيفصل الغرفه الاولى مع الثانيه، ضربه قويه جدا بحال شي واحد في الغرفه الثانيه هز الماصة او مطرقه كبيره وضرب الحيط بقوه. قفزات الاخت ديالي وخافت، ولكن كل شيء كذبها. وفي الغد ليه في نفس التوقيت كانت هي والاخ ديالي ومازال فايقين، فاذا بهم كيسمعوا عاود ضربه قويه جدا على الحيط، ضربه اللي مستحيل تكون من اليد، يعني بحال ضربه بالمطرقه كبيره. والطريقه اللي وقعت بها الضربه كتاكد انها جايه من الغرفه الثانيه، قفزوا بقوه من هذا الصوت ديال الضربه، ولكن راه الغرفه الثانيه كانت خاويه ما كاين فيها حتى شي واحد. اذا شكون ضرب الحيط؟ الاحداث كثيره بزاف وكاين تفاصيل اخرى نسيتها. الناس بزاف كانت كتعتقد اننا غير داويين منين كيسمعوا الاحداث اللي وقعت، وناس اخرى كانت كتنصحنا اننا نرحلوا قبل ما تولي الامور ابشع وافضع وتخرج عن السيطره، ولكن ما كانش ممكن نرحلوا وما يقدرش يمشي يكري، ولانه رغم كل شيء كان هذا المنزل عاجبنا. وكتدوز الايام وكل مره وشنو كيوقع. من بين الاحداث اللي وقعت هي ان الاخت ديالي والوالده في واحد الليله كانوا في الغرفه الاولى اللي فيها التلفازه، وفجاه تشعل الضو ديال الكوزينه غير بوحدو. حنا كنا قلنا ربما ناقص او الساروت ديال الضو فيه خلل، الا انه من بعد ما قلبنا الساروت لقينا خدام مزيان وحتى الاسلاك مقاده وما كاين حتى شي ادنى ديال العطل فيها. من بعد هاد الواقعه بدات الوالده كتمرض، ومع الوقت كيتزاد المرض ديالها، وهنا كنقصد مرض نفسي. كانت كتكره تبقى في الدار، وهنا كنقسم لك اخويا حماده وكنقول لك انها كانت كتقول لنا انها كانت كتشوف واحد المراه سوداء اللون وعندها سن ديال النقره او الذهب، كتشوفها باستمرار وكانت هاد المراه كتبتسم ليها. وهنا غادي نفتحوا واحد القوس، للامانه عمرني شفت هاد المراه ومن خلاله ما نقدرش نحكم على هاد الحاله. الوالدة كانت كتقسم بالله انها كانت كتشوفها، ولكن حنايا كنا كنقولوا بما ان الطبيب كان عطاها مهدئات، فهذا القول بان امرأة سوداء كتخرج لعندها مجرد هلوسات ليس الا نخلق قوس. المنزل كنا متأكدين انه مسكون، كل يوم كنا كنسمعوا الضرب على الجدار، خصوصا الجدار الفاصل ما بين الغرفة الاولى والثانية. وكما قلت لكم في الاول فكان عندي تواصل مع صديقي من دولة الاردن الشقيقة، وهدرت معه في هذا الموضوع، هو الوحيد اللي قال لي انه حسب التجربة اللي عنده فان المنزل عندنا اغلب الظن انه مسكون بطائفتين من الجن، طائفة من اليهود وطائفة من الملحدين. كنا كنتبع الوالدة عند الطبيب نفساني، وفي نفس الوقت كنا كنجيبوا لها رقات للدار. وهنا كنتأسف لانني ما كنتش سامع بالفقيه السي عبد الله رحمة الله عليه، ولا حتى السي عادل المعزوزي الله يذكره بالخير، ولا حتى الاخ الراقي امين، واللي انا متاكد كانوا غادي يكونوا سبب الشفاء ديالها باذن الله. ولكن دون جدوى ما خلينا فين مشينا،
كان الطبيب النفساني كيعطيها الدواء وكينعسها وكتبقى النهار كامل غير ناعسه، وكيقول ليها من بعد شهر رجعي، وكل شيء كان كينصحنا نرحلوا من هذا الدار، وبقينا هكذاك مدة من الزمن. إلا في واحد النهار واحد السيدة من العائلة ديال الأم ديالي، أي الأخت ديالها، كانت عايشة في دولة أوروبية ومشات عند شي جارتهم كانت مريضة. هاد الجارة كانت ممسوسة، وهنايا كانت كتحلف الأخت ديال الوليدة ديالي، وكتقول أنها فاش دخلت لعند هذيك الجارة قالت لي هاد الجارة بصوت غليظ، اختك ما مريضاش مرض عضوي، اختك تشيرات من القادوس الكبير اللي في البيت ديال الصابون، راه خوات فيه المطايب. وهادشي اخويا حمادة علما بان هاد الجارة عمرها عرفات الوليدة، فضلا انها تعرف الدار ديالنا وشنو فيها. الحادث طويل اخويا حمادة، وكنحاول ما امكن ان نذكر التفاصيل المهمة، لان الاحداث كثيرة وكاين احداث وقعت ونسيتها. وكما قلت ان هاد الدار كانت فيها جردة صغيرة، وفي المقابل ديالها كانت الجردة ديال الثانوية، وما بين الجردة ديالنا والجردة ديال الثانوية كاين سور قصير. كانت العائلة في واحد النهار مجموعين مع حوالي ديك الزوج ديال النهار، والحرارة كانت مفرطة والدنيا كانت خاوية. شافت العائلة واحد المرأة كتمشى من وسط الجردة ديال الثانوية، امرأة طبعا من الإنس، بقوا حاضينها حتى شافوها في الأخير علقات شي حرس أو سحر في واحد الشجرة من وسط الجردة ديال الثانوية، ثم مشات بحالها. هنا غادي تقولوا ليها علاش ما مشاوش لعندها ويتصدوا ليها؟ فهنا غادي نقول لكم، اولا المسافه نسبيا كانت بعيده ما بين المكان ديال الشجره اللي علقت فيها السحر وما بين المنزل ديالنا، وثانيا الاهل اختاروا الحياد وخافوا على راسهم ينقلب عليهم داك السحر. الامور كانت كتزاد صعوبه يوم من بعد يوم، والحاله ديال الوليده كانت كتزاد سوء، وبدينا كنحسوا بان المنزل كيجري علينا، وبداو الحوادث كيوقعوا. كنا جالسين واحد النهار حتى سمعنا الصوت ديال الانهيار، وخرجنا كنجريه ولقينا صور ديال الجردة بدون سبب او سابق انذار وقع فيه انهيار كلي في واحد الجزء منه. وهنايا من بعد مشاورات كثيرة قررنا اخيرا اننا نرحل لتفادي الاسوأ، لانه كيف ما قلت لكم الاحداث بدات كتزاد خطورة وصعوبة، واختارينا السلامة اولا. من بعد عامين دوزناهم في هذا المنزل، رحلنا لمنزل اخر، والحمد لله لاحظنا تحسن طفيف في الحالة ديال الوليدة، وبدات الحالة ديالها كتحسن يوم من بعد يوم، ولله تعالى الحمد والشكر. هنا يا اخويا حمادة غادي نختم هاد القصة، وكنتمنى ان القصة عجبتكم. ولي مرة اخرى كنأكد لك اخي حمادة والمستمعين ديالك الكرام ان القصة حقيقية، وان الاحداث اللي وقع فيها كثيرة بزاف، وكاين تفاصيل اخرى اللي نسيتها، وداكشي علاش ما بغيتش نزيد نطول عليكم وعلى الاخوان والمتابعين اللي هما في الواقع كنزو ثمين، وكنتقبل كل تعليقاتكم وملاحظاتكم، حتى الانتقادات اقبلها بصدر رحب، غير تكون انتقادات بناءه. وكنتمنى صادقا ان تكون القصه عجبتكم، وهي مره اخرى كناكد لكم انها واقعيه وحقيقيه، والله شاهد على ما اقول. وانتظروني ان شاء الله في قصص اخرى، واللي هي جد مشوقه ومرعبه اكثر، واللي منها قصة أول منزل سكنت فيه من بعد السواش، واللي حتى هي من القصص المرعبة. وحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم أخوكم أيوب. أهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائي. كانت هذه النهاية ديال هذه القصة من سلسلة قصص أيوب. إذا عجبتكم القصة ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، وتبارطاجيو القصة مع الأصدقاء ديالكم، وأيضا تكتبوا لنا الآراء ديالكم. أنا والأخ أيوب غادي نقرأ كل تعليق ديالكم. وأيضا إذا عجبتكم القصة أو عجبتكم هذه السلسلة، كتبوا لي في التعليق أنه يستمر، ويكتب لنا الأحداث اللي وقعوا ليه في أول بيت سكنوا من بعد ما تزوج. فكيوعدنا انه كاين احداث كثيره مشوقه مرعبه وقصص كثيره وعديده، فهادشي كيرجع لكم نتوما اذا بغيتوه يستمر ويكتب لنا مزيدا من القصص. ففي الاخير ما تنسوناش باللايك البارطاج والتعليق الكثيره، باش نوضوا شويه هذا المحتوى اللي رقد
ونزيد نستمر ونقدم لكم الشيء الكثير. فهذا الشيء اللي كاين فهاد صارت الليلة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من هذه القناة، قناة الراوي ستوريز. تصبحون على ألف خير. سلام.